جزاكم الله خيرا. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فكيف أتصرف؟ تدخل مع الإمام. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنك تدخل مع الإمام في الصلاة، وما أدركت معه فصلي، وما فاتك فأتمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم قد أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، إذا أقيمت الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، تدخل معه وتتم ما فات. وإن أدركت الركعة الأولى إنك تكون مدركا للصلاة كلها، والحمد لله. نعم.